يستمر الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم في مملكة البحرين حيث بلغ مجموع من حصلوا على الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس كورونا حتى مساء يوم أمس الأحد أكثر من مليون ومائة وثلاثة وستين ألف شخص فيما تجاوز عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من التطعيم حوالي مليون ومائة وأحد عشر ألف شخص هذا وقد تلقى الجرعة المنشطة من التطعيم نحو مائتين وسبعة وثمانين ألف شخص